صباحكم الله بالخير من أوسلو النرويج، واليوم في قهوة جميلة ودنا نجربها اسمها سوبريم روسترز. طلبنا فلات وايت من عندهم، الباريستا يستاهل شكل. Thank you. المحل ما شاء الله مزحوم، مصمم بيت قديم، وفي الخلفية فيه الروستينج ماشين حقتهم، وفيه هنا المايكات. الباريستا حقهم هو الشامبيون في النرويج في البلاك كوفي، وراح يسويها لنا. استحقوا الاستيكر وبعطيكم حسابهم بعد شوي. والحين الباريستا اوت يسوي لنا البلاك كوفي حقته اللي فاز فيها على مستوى النرويج عشان قيمها. The price of the coffee is 4,000 krona per kilo. Wow. So it's a very special coffee. 4,000 krona per kilo. بدأ تحضير القهوة. الكيلو حقها 4,000 krona، يعني حوالي 2,000 ريال. Recalibrating after the milk. Yeah. Because now you have a little bit coating of the pattern. Okay. So to taste this other coffee, you need. طبعا علشان نجرب القهوة الاختصاصية اللي سعر كيلو 2000 لازم انها زي تغسل فمك بقهوة زي هذه، يسوون الطريقة هذه علشان تقدر طعم القهوة الحقيقية ولا يكون مؤثر عليك الحليب والسكر. ماخذ راحته فيها. In each city, only one city, but. So in Denmark, you go to maybe coffee quality. No, in Denmark we got. Yeah, but in Brussels we had one, in Antwerp one, normal. هذه القهوة اللي فازت في الشام بنفس القهوة نفس الباريستا هذا فاز بجائزة أفضل باريستا 2015 في النرويج. Thank you. القهوة هذه سعر الكيلو 2000 ريال، أثيوبية، مزروعة في الجنوب، منطقة اسمها شيكوسا. طعمها غريب وطريقة زراعتها وحمصها كلها يقول لك الناتشورال بروسيس، يعني الطريقة القديمة عشان يحافظوا على نفس الطعم. من ناحية حلوة حلوة يعني، بس 2000 ريال الكيلو صراحة يعني ما قدرت أميز الطعم عن أي شيء ثاني. الصبة هذه تكلفتها 70 درهم. السينمون بان طلع
كلاسيك بيستري نرويجية مشهورين فيها في أوسلو بالذات. الحين في تجربة الأكثر من نوع قهوة مع الباريستا أود، لأن قاعدين يحددون النوع الأفضل عشان يدخلون فيه المسابقة 2017. يسمون النوع هذا اللي هو الناتشرال بروسيس، يخلون القهوة تنشف مع قشرتها فيطلع فيها طعم فروتي شوية. النوع الطبيعي حقهم اللي اسمه كولومبيا يستخدمون نفس القهوة بس يشيلون قشرتها وبعدين يغسلونها بماي يسمونه واشت كوفي، وهذا الدارج حق الناس اللي يعني بس بياخذ له قهوة حلوة بدون ما يتعمق في الطعم والكيلو بالفين درهم وكذا. هو يقول من نفس نوع القهوة على حسب طريقة التحضير واللي خلونا تنشف يقدر يطلع منها 10 إلى 15 طعم مختلف. How many grams? 20 grams. 20 grams. To 300 grams of water. هنا نوع البينز الكينية SL28 to SL34. Okay. هذه ميزها ان الطعم في اكثر من طعم في نفس القهوة، والريشيو حقها 20 جرام ل 300 جرام موية. Even though it's from Africa, it has fruits in it. We love to grind the coarser, okay, and a little bit longer extraction time. I think it gives. Clearly, there is passion about it. Yes. Do something you love, you will never work a day in your life. That's why you are a barista. Really good step to change from a photographer to barista. No, I was traveling for maybe 7-8 months each year. أفضل شيء في القهوة هذه بنسويها لك بطل العالم في بلاك كوفي في دبلن 2015. حياة الفودي صعبة، بالذات لما يكون الباريستا يبي يجرب 50 نوع قهوة والرأي فيها وميز بين هذه وهذه ولا شارك فيها. أتوقع ببقى صاحي يومين أو ثلاثة، وباقي لنا حول 6 أو 7 أكواب نجربها. الحين يبينا نجرب الكولد برو بعد، الله يعين. بس جد جد عندهم سالفة المحل هذا لا يطوف. This is the Kenyan coffee. Okay. With brewed on a V60 and after just put it. لحد الآن فوق 10 أنواع مختلفة وجاري البحث. الملك. Okay. Let's see. ويستمر البحث عن أفضل قهوة تمشي مع الحليب علشان منطقة الخليج. الزيارة المحل هذا فعلا مو على الفاضي، الباريستا يفوز والقهوة فعلا سبيشاليتي. سوبريم روستري از ذا بيست في اوسلو، اخيرا طلعنا بشيء واحد بعد تجربتين فاشلة امس، والباريستا اود از ذا بيست ان ذا وورلد.
هذا الكافي شوب اللي قاعدته حلوة في أوسلو يفتح 11 الصباح وعلى الشلال الصناعي حق. المكان العجيب هو مركز البريد حق سانتا كلوز. كل أطفال العالم يرسلون أمنياتهم على صندوق البريد اللي موجود في النرويج. عاد هل هم يقرون رسالة ويحققون أمنياتهم يشترون لهم الهدية ويحطونها تحت شجرة عيد الميلاد؟ بس هذا هو سانتا الأصل. وكان يعني كثير للأجانب وبالذات الأطفال اللي يقدرون سانتا كلوز. وهذه كمية الرسائل اللي استلمها. مكان جميل يستحق الزيارة على بعد ساعة إلى ربع من أوسلو النرويج، وهذا اللي يسمونه مركز بريد سانتا كلوز. هذا هو جاب نفسه.